كم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين، إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أكدت مصادر محلية وفاة الدكتور إقبال دوحان شيخ عشيرة آل مرمض في محافظة القادسية بالديوانية بعد الإفراج عنه من قبل أمن ميليشيات الحشد، هو وعدد من الأكاديميين والناشطين خلال حملة بزعم انتمائهم لحزب البعث وتخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد زوار الأربعينية. وقالت المصادر بأن عناصر ميليشيا الحشد أفرجت عن الشيخ دوحان وهو في وضع صحي حرج، حيث نقلته إلى مستشفى الديوانية، لكنه فارق الحياة بعد يومين من رقوده في غرفة العناية المركزة. هذا وشيعت عشيرة آل مرمض وأهالي محافظة القادسية جثمان الشيخ الدكتور إقبال دوحان عقب وفاته في المستشفى وسط حالة من الغضب عمت محافظة القادسية. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذا وقد أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العراق حصوله على صور لجثمان الشيخ الدكتور إقبال دوحان زعيم عشيرة آل مرمض، وقد ظهرت عليه الكدمات وآثار التعذيب، فيما دعت النائبة نور نافع الشريحاوي إلى فتح تحقيق بشأن أسباب وفاة دوحان، مرجحة تعرضه لعمليات تعذيب أثناء اعتقاله من قبل أمن ميليشيا الحشد. نشاهد معا هذه الصور، صور لأثار التعذيب والكدمات التي تظهر على جسد الشيخ إقبال قبل وفاته وهو يرقد في المستشفى، فلنتابع. هذه الصور التي تظهر الكدمات وآثار التعذيب، وقال العراقيون بأن هناك كذلك آثار لإطفاء السجائر أثناء التعذيب خلال اعتقال الشيخ إقبال دوحان بتهمة الانتماء لحزب البعث وتنفيذ عمليات ضد الزوار كما قالوا. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الحادثة. نعيم قال أو نعمة قالت: هذا أحسن دكتور كان بكلية المأمون الجامعة، يجي من الديوانية إلى بغداد ينطي محاضرات ويرجع، تقول إنسان طيب ومسالم وعلمي جدا، اختصاصه وراثة طبية وما له علاقة بأي أحد، ألف رحمة على روح الطاهرة ومسكن الجنة يا رب. أحمد علي يقول: تدريسي درة
مالت الله، الله يرحمه، ولعنا على أبو فدك يقول أحمد وأبو زينب اللامي وأمن الحشد قاطبة وكبيرهم الخامنئي الذي علمهم القتل. أشواق قال الدكتور وتدريسي بكلية الطب تقول خسارة والله، الله يرحمه، يريدون يقضون على المثقفين ويبقى العراق بيد الجهلة. نور قاسم هاي كلها تخطيط خامنئي تقول لضرب الشيوخ العراقيين اللي ولائهم للعراق وما باع ضميره وصار تبعي للرهبر. طبعا يعني نتيجة شماعة التهم التي تساق على العراقيين منذ العام 2003 ولغاية الآن ما شاهدناه في هذه الصور، والكثير من التساؤلات يعني من الناحية القانونية، لو كان هذا الشخص أو من معه الذين تم اعتقالهم قبل أيام بتهمة الانتماء لحزب البعث كان المفترض أن يصدر القضاء مذكرة إلقاء قبض بحقهم، هذه واحدة، والجهة التي تقوم بإلقاء القبض بعد إصدار مذكرة قضائية بحقهم تكون جهة غير جهة أمن الحشد. وإذا هم بالفعل منتمين إلى حزب البعث مثل ما يقولون، ليش تم الإفراج عن هذا الشيخ الدكتور؟ وليش تم تعذيبه إذا كان هناك يعني هم متأكدين بأنه هذا ينتمي إلى حزب البعث؟ الرجل شيخ عشيرة ودكتور جامعي ومعروف بالديوانية يتم اعتقاله بهذه التهمة ويتم تعذيبه بهذه الصورة البشعة من قبل أمن الحشد. يعني هم ليش دي يزيدون على النار اللي مشتعلة بصدور العراقيين؟ 20 سنة والعراقيون يعانون بسبب الأحزاب السياسية والميليشيات التي تتسلط على رقاب العراقيين، ليش دي يزيدون هذا التوتر وهذا الحقد وهذا يعني شو ما تقول دي يذبون على النار بنزين بزيادة؟ فهذه أمور صراحة يعني من باب تبعث عن الاستغراب ومن باب تؤكد بأن شماعة التهم جاهزة لكل من يخالف النظام أو كل من يتحدث عن النظام السياسي في العراق، وهم يتبجحون ويتحدثون عن الديمقراطية وعن الحرية وبأنه هذا النظام مفتوح. طبعا وما ننسى بأنه القنوات اللي تابعة للميليشيات شلون سوقت لهذه الاعتقالات بزعم بأنهم ينتمون إلى حزب البعث، وهذه القنوات كذلك تتحمل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية لأنهم يعني زادوا بالأمر وروجوا بأنه هؤلاء بالفعل يريدون يهاجمون الزيارة الأربعينية أو يعملون انقلاب لأنهم ينتمون إلى حزب البعث. يعني ما أعرف 20 سنة هسه اكتشفوا هذا الشيخ الله يرحمه أو غيره ينتمون إلى حزب البعث. يعني العراقيين أغلب المنتجي أنت تقلب بالفيسبوك أو بتويتر تشوف أنت التعليقات يقول لك هذه مسرحيات قديمة عفى عنها الزمن، ويقولون عيب بعد أنه يظلون ابن الجنوب بعثي، ابن الغربية داعشي وإرهابي، كل واحد مجهز له تهمة جاهزة وحاضرة كل من يخالف هذا النظام السياسي الذي جلب الويلات للشعب العراقي. نرحب بكم باتصالاتكم، نريد منكم أن نناقش هذا الموضوع، موضوع مهم، موضوع إنساني، إنسان أكاديمي. شيخ عشيرة فقد حياته بسبب التعذيب، طبعا لا شفعت لشيبته ولا شفع له أنه شيخ عشيرة ولا أنه أستاذ جامعي، ما شفعت له ذني كلهن، فاتوا عليه أخذوه عذبوه وراها أطلقوا الصراحة. زين ليش أطلقت الصراحة إذا هو بعثي مثل ما تقولون أنتو؟ نعم، هذه كلها تساؤلات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. معنا اتصال أبو علي من بغداد. أبو علي شنو رأيك بموضوع هذا الشيخ اللي تم اعتقاله، شيخ دكتور جامعي تم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى البعث وبعد ذلك تم إطلاق صراحة مثل ما شفنا بالصور الكدمات وأثار التعذيب عليه؟ اولا استاذ هاي مال التعذيب والمال كله فرمته، لولا اكو قبل فتره انا جماعه هم عندي هناك بالمناطق دي قالوا صحيح يريد يسوون فتنه بالعراق
من هو غيرهم هم دول شنو ولا شيء قدير استاذ الشيخ التسكينات دول زين وهاي الكدمات اللي شفناها زين عوف هو مو شيخ عشان يعني فرمك يا عثير استاذ اكو مؤامره اعتبره ماشي 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 بس على كيفك على كيفك اعتبره مواطن عادي هو طبعا دكتور وشيخ مو كيفك هذا الكلام دكتور وشيخ زين اعتبره مواطن دكتور جامعي دكتور جامعي حبيبي دكتور جامعي ماشي ماشي بس اسمح لي اسمح لي انت الشمس تيجي تغطيها بغربال خامة تغطيها بغربال الصور واضحة وأهلها حجها وسولفهم زين اليوم انت بتقول ذولا بس اسمعني يا أخي هو متهم بالبعث بالانتماء إلى حزب البعث ليش طلعوه بالله قل لي ليش طلعوا ليش أفرجوا عنه يعني ما هي دعوته طلعوه ها شنو هاي وندي بس هو ثبتت عليه يعني اكو شلون ثبتت عليه بالله معلومات شنو المعلومات اللي عندك هم يخططون يا استاذ ليش تدافعون عن باطل استاذ احمد والله هذا باطل هذا والله عيب عليك والله عيب عليك هذا الكلام الو عيب عليك هذا الكلام زين شلون ماشي وين المذكره القضائيه وين المذكره القضائيه المذكره القضائيه وينها وين المذكره القضائيه انا عندي راي انا متقبل المفروض استاذ هذا يعني مو كله هذا ارواح ناس انت تجي تحط رايك بارواح الناس هذا غير راي انت تدافع عن حبيبي عن انت ما تتقبل الراي الاخر انت قاعد ببغداد يا اخي بس اسمعني بس اسمعني انت تتحجج لي انت بالراي الاخر اسمعني لا اسمعني اسمعني انت تتحجج بالراي الاخر بس اسمعني انت قاعد ببغداد نفيت عنه انه مواطن عراقي ونفيت عنه انه شيخ عشيره ونفيت عنه انه دكتور واتهمته وانت قاعد ببغداد بس قل لي انت بامن الحشد حتى ناخذ منك المعلومه سولف لي جاوبني لا جاوبني جاوبني انت بامن الحشد انت بامن الحشد يا اخي امن الحشد هي رسميه يا اخي ليش اطلق بصراحه ليش اطلق بصراحه اذا هو مثبت عليه التهمه ما معقول اليوم أنا اليوم يتمرض أكو مستشفيات وتوقف عليها حمايات يعالجوه هاي إذا كل اليوم يعني على سبيل المثال اسمعني اسمعني اليوم على سبيل المثال واحد إرهابي تمام تمرض بالسجن يطلعوه هو محكوم عليه بالإعدام هاي ولا لاقيها هاي ولا لاقيها هاي أستاذ محمد استاذي اليوم واحد اقول هذا ليش ما سلطوا الاضواء عليه اليوم دول جماعه النصره عراق خطيه من الغربيه بسوريا متناولناه بالاخبار يا تناولناه بالاخبار يعني انت تريد نطلع الشغلات نطلع الشغلات هذا برنامج متخصص بالشأن العراقي اذا نتداول اهم الملفات اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي قضية هذا الطفل اللي قتل في سوريا طلعناه بالنشرات راجع النشرات وروح شوفها راجع النشرات وروح شوفها انت ذاك اليوم جيتني هو عند الحديث اي شنو ملائكة ما يغلطون يعني لو شنو تريد انت يعني انت القوات المسلحة القوات المسلحة غير اكو مذكرة القاء قبض تروح تقول هاي المذكرة انه فلان ابن 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 فلان متهم بهذه القضية والقاضي موقع عليه حتى يروح يلقون القبض عليه لو هيش فاتا واخذوه وعذبوه وبعدين رجعوه لها لو مات استاذ عمر اسمه مذكرة القاضي قبض عليه شوفني اياها شوفني اياها هي بين ترى هم متصلين بالقيادة العامة للقوات المسلحة وعندهم هيئة وعندهم أمين سلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة يعني الظاهر اذا نفذ مشكلة هذول نجبوهم ستة عندهم دراجات وتشاتين بيبقوا للزوار مثل من هيئة الحشد وحتى عندهم موبايل صورة صدام المقبور بيها يعني هذا هالسنين طلعوا بالفضائح يا استاذ عمر انت حكيت على يعني دولة يقومون بواجب يعني حماية المواطنين حماية الناس وهم عراقيين يعني مو غير يعني زين هذا مو عراقي يا اخي عجيب امرك انت انا اشكرك ابو علي من بغداد ابو علي من لندن معنا ابو علي تم اعتقال هذا الشيخ الدكتور بتهمة الانتماء لحزب البعث وبعد ذلك تم الافراج عنه وشفنا احنا الصور وأهله قالوا وأقاربه واللي بالمنطقة
وشفناها الصور يعني ما يحتاج انه هناك اثار تعذيب. زين اذا هي مثبته عليه التهمه ليش افرجوا عنه؟ تفضل ابو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياكم الله. هذا الحجداوي، هذا طبعا الى 4-5 رواتب، هذا الحجداوي الارهابي، الحشد الارهابي المدنس المنقص المقدر. لا بس لا 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 بس اسمع. ماشي مو احنا مثل ما اعطينا مجال لابو علي من بغداد، ما نقبل بالتجاوز يا اخي. استاذ عمر، تمام استاذ عمر، اتكلم بدون هذه التجاوزات ارجوك. 12 سنه طالع من الاراضي زين، نعم، والان عمري 54 سنه، لا شفت صدام ولا شفت البعثيه، بس انا اقول البعثيه وصدام حسين احذيتكم يشرفوكم يا حجداويين، احذية صدام حسين واحذية دول البعثية يشرفوكم. هسه حتى من يقول لي مؤامرة. نعم. مؤامرة، لكن تبوا قاتلوا مؤامرة، هاي الافاعيل والاسلوب، هاي بعد ما تنطري على العقلاء وعلى الشرفاء. بابا الناس خليتوا الناس تترحم على فرعون، خليتوا الناس تترحم على الحجاج، خليتوا الناس تترحم على طغاة العالم. بابا انتوا ما خليتوا شيء ما سويتوا. يا حجداويين، يا جماعة مقتدى، يا جماعة الحكيم، يا جماعة السستاني. ماشي ابو علي، بس اريد منك تهدى وحتى نتناول الموضوع بكل هدوء، الله يخليك. وهذا استفزني، هذا الحجداوي استفزني. هو يقول اكو مذكرة القاع قبضة، طبعا هي غير موجودة هذه المذكرة. بابا عصابات غير موجودة، دخلوا على هذا الرجل والقوا القبض عليه وعذبوه وبعدين مات. زين الله، انا سالتك عصابات. امين. زين اذا أصابات. هي مثبتة علي التهمة ليش افرجوا عنه؟ يا استاذ عمر، يا استاذ عمر، تجيهم الاوامر من ايران الارهابيه، من ذولا دواعش ايران عمي، وبعدين يقولون ان جبهه النصره وما جبهه. بابا هو منو خلق النصره؟ منو خلق البغدادي؟ ها، منو خلق داعش؟ مو انتو؟ لك عمي مو انت يا حشد، مو انت يا سستاني، مو انت عمي ابن النجف جاي احكي وياكم، مو انت يا مقتدى. لك بابا هاي المسرحيه بعد ما تنطلي على العقلاء. كافي، اوراقكم سقطت، انتم انتهيتم يا مجرمين يا قتله. 4 معسكرات بسوريا يدربوهم، زين يجيبوهم من ايران ومن افغانستان وما ادري من، كلهم يدربوهم ويطببوهم للعراق على مود يفجرون. هذول مجرمين قتله، هاي بعد مال البعثيه ومال داعش، ما هاي مسرحيات انتهت. مسرحيات انتهت، بس قربت ايامكم. انت هذا الارهابي مالتهم سيدهم المجرم القاتل الساعة الان هو زين. ابو علي، ابو علي اريد اسالك، مات هذا علي. اذا ذهبنا الارهابي. ابو علي، ابو علي، اذا ذهبنا الى روايه امن الحشد بان الدكتور الشيخ الله يرحمه اقبال دوحان واللي معه ينتمون الى حزب البعث، زين اذا هي التهمه مثبته ليش هذا التعذيب؟ يا استاذ عمر، يا ريت حزب البعث يرجع. امي حزب البعث وطنيين، حزب البعث شرفاء، حزب البعث زين. ما جاوبتني على التساؤل. تفضل. هذا مسلسل التعذيب اليوم، خلينا نذهب الى اتجاه فرضيه ما قاله امن الحشد. طبعا بعدين ما تكلم انه لما اطلق سراح هذا الرجل بعد تعذيبه، ليش هذا التعذيب؟ ليش هذا مسلسل التعذيب اللي دا يصير بالمعتقلات بالسجون؟ مجرمين يعني. مجرمين اخي، مجرمين ارهابيين يريدون يرعبون الناس عمي. ماشي زين، زين هم مدى يشوفون وضع الشارع العراقي، الضغط اللي في الشارع العراقي، هناك غضب عارم في الشارع العراقي، النوب انت تجي تشعلها اكثر واكثر. يا استاذ عمر، كل فتره وفتره يشعلون الفتنه. ها، يشعل ابو جاك البعثيه، جاك داعش. بابا هو من داعش؟ انتوا داعش. بابا البعثيه اشرف منكم واشرف من عمائمكم واشرف من مراجعكم واشرف أبو علي من حجداويكم. ابو علي من لندن كان معنا احمد من بغداد. احمد رايك بهذا الموضوع، تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالقرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا سيرى الله عملكم والرسول المؤمنون. نعم. ألو أسمعك أحمد، تفضل. من يروح يزور علي بن أبي طالب هاي الآية ما أشتم له؟ ليش من يروح للكعبة وجاي يروحون للكعبة هم؟ زين قبل كم شيخ كتب قبل شيخ؟ شوخ البصرة مين كتب؟ شوخ الفجر مين كتب؟ شوخ الجنابات مين كتب؟ هم كتبوا. شك واحد انسان خايف الله ابن حموله يقتلونه. منو اللي يقتله؟ ذول ايران. العصايد. الله وامير المؤمنين العصايد. ليش دا يقتلون الناس؟ شكوا خير يقتلونه. شكوا زين احمد مدى يشوفون الوضع الشارع العراقي يعني بعد ما يستحمل؟ اخي قصه الشارع الواقع خلي العالم تسمع، الله قهار جبار. احنا كنا العراق رابع دوله جيش في العالم، رابع دوله ب 23. ده يتقطع الصوت. الويل للظالمين، الويل للظالم. نعم غير هاي معنى. أني أشكرك أحمد من بغداد، كان معنا اتصال أحمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بحييك وبحيي قناة الرافدين. حياك الله. مشاهدينا الكرام. يا أهلا بيك، الله يسلمك. بالنسبة للشيخ العشيرة اللي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. ومات بالتعذيب من الميليشيات والعصابات اللي بتحكم العراق. والله أستاذ عمر أنا بحمد ربنا ان مصر مش عامله علاقات مع النظام الملالي من النظام الايراني، لان مصر الشعب المصري عارف ايران انها خطر على ايديها زي مثل اسرائيل، لانها بتقتل في الامه العربيه وبتزرع الطائفيه، وكان لو كان في علاقات معاهم لكانوا دمروا مصر. فانا بحمد ربنا اللي ما فيش علاقات ما بيننا وبينهم، لان الشعب المصري شعب واعي وعارف. هم دمروا سوريا ودمروا لبنان، انت شفت اللبنانيين عاملين ايه؟ الله يعينهم على اللي هم فيه. شعب لبنان شعب مثقف وشعب نزيه. نعم. ودمروا العراق برضك يا استاذ عمر، ميليشيات ايران. ويقول لك احنا ضد ايران ضد اسرائيل. انا بسالهم سؤال يا استاذ عمر. لو هم بيتكلموا يضربوا يستجروا عمرك شفت ايران ضربت صاروخ على اسرائيل؟ اسرائيل موجوده هي وبتضرب في سوريا ليل ونهار، بتضرب المطارات في سوريا. واحنا ما ضد كده، بس هم بتضرب الميليشيات في سوريا، الميليشيات المواليه لايران الولائيه. فهم اسرائيل بتضرب، هم ايران ضربت صاروخ على اسرائيل. انا بسال النزول ايران، الناس اللي بتقول لك ايران ضد اسرائيل وايران وايران، يعني بتستعمل هدول الزيول لخدمه مصالحها الشخصيه مش لخدمه شعوب المنطقه. يعني اسرائيل وايران واحد وامريكا واحد، بيضحكوا على الدول العربيه. فأنا بقول الدول العربيه اتحدوا ووقفوا التدخل الايراني في المنطقه، لان العراق هي راس الابع. العراق هي لو وقفت الميليشيات في العراق، انا بقول لك كمواطن عربي ومواطن متابع الشان العراقي من سقوط النظام الوطني السابق، انا متابع الشان دي. فالمفروض الدول العربيه تتحد تسوي رد ايران، لان ايران واسرائيل واحد، هم بيلعبوا على الدول العربيه وعشان مصالحهم الشخصيه. يعني امريكا حتى عيدة على البطوله في سوريا في القمشلي. نعم. حتى ده وعامله ميليشيات البكك وميليشيات تهاجم تركيا عشان تحمي مصالحها تلعب في البطوله. وشكرا استاذ. شكرا شكرا احمد من مصر كان معنا. طبعا المحلل والصحفي العراقي شاهو القرداغي يقول على موضوع الشيخ اقبال دوحان، يقول هناك ديمقراطيه وحريه الراي، بحيث عند اعتقالك من قبل الحشد لديك حرية اختيار التهمة، الانتماء إلى البعث أو الإرهاب أو الجماعات أو لجماعات الأفكار المنحرفة. يقول ومن شدة الكرم والاحترام قد تفقد حياتك عند وجودك في ضيافتهم، مثلما حدث مع الشيخ إقبال دوحان. ومن يعترض على هذه الممارسات هو حاقد بنظرهم. نعم، سوف نأتي تباعا على تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الحادثة. معنا اتصال أبو حسين من كركوك، مرحبا بك معنا ابو حسين. الو اهلا ابو حسين. اخوي حياتي. يا هلا بيك.
كنت أسير في إيران. نعم. أسير في إيران أنا أسير في إيران. نعم. تعرف من كان يعذبني؟ نعم منو؟ هذا العامل. العامل كان يعذبني من إيران يعذب الأسرى العراقيين كلها في إيران هذا العامل. وهذا إيران هو جاي مسؤول هسه بالعراق مو؟ إيش يسوي في العراقيين هذا؟ نعم. نعم. زين هذا هسه هم أربعة مجرمين بهالعراق مجرمين للعراق. نعم. إيش يسوي في هذا؟ يعني نعم. هذا ما يدمر الشعب العراقي؟ هذا يحكم العراق والله حق. نعم. زين هذه التهم. أنا أشكرك أبو حسين من كركوك. أبو كرار من بغداد تفضل. أبو كرار تحياتي لك. حياك الله. تحياتي لك أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بك. وتحياتي بقناة الرافدين. يا أهلا بيك. الله يسلمك ويخليك. أنا أجاوبك هسه على موضوعك بس عندي جواب على غير موضوع. تفضل. أقول الباسم دولار، باسم الكربلائي، باسم دولار، أقول له أنت ما تدري من 2019 تشرين العظيمة نهت الطائفية كتلتها نهائي، يعني موتتها سريريا نهتها. أنت جاي تفتح لنا مواضيع جديدة، ما تستحي أنت؟ لو تستحي بس أنت ما تستحي. أنت مو عراقي أصلا، مو عراقي، واحنا شفناك ذاك اليوم يا هجابك ويسوي بك مجالس حسينية، شيخ الحرامية والنشالين اللي هو سيد عمار الحكيم. هذا من باب. من باب ثاني نعم. اجاوب المتصل القبلي قبل شوية. نعم. اقول له عيب والله، عيب يعني. تظلون انت زبابيك، تظلون انت زبابيك مال الحرامية والنشالة والله. وبالنسبة للشهيد اللي استشهد الله يرحمه، الله يرحمه، يعني هاي عادية، يعني عندنا عادية هاي، لا أول مرة ولا آخر مرة. يعني زين شوف بس هذه الظاهرة، وإحنا بهاي الظروف أبو كرار، إحنا كنا نعرف إنه العراق يعني يمر بظروف حساسة جدا، والشارع مضغوط جدا، وهذه زيادة هذا الاحتقان، يعني ماكو فد ناس مخططة في أمن الحشد يقول لك يابا احنا ايش نسوي احنا؟ اوكي اذا هذا متهم، طبعا هو اكو جهات، هي اللي اكو جهات قضائية اللي صدر امر القاء القبض، اكو جهات مختصة اللي هي الداخلية بإلقاء القبض، اكو شرطة هي تلقي القبض على هؤلاء. هذا اللي دي يصير. شنو هذا اللي دي يصير؟ اللي يصير بي الدكاترة، بس فهمني يا أخي. وزارة الداخلية بيدمن، بس قل لي بيدمن يا أخي. نعم. يعني هي هاي تصشي، هو لو أكو قانون بيحط ها مين قطع اتصال مع أبو كرار من بغداد. معنا محمد من أمريكا، تفضل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر عزيز. أنت أخي أكو سكو شيوخ شرفاء ولد ملحة جاي قتلهم بيهم، هذا أمر من إيران كفيلك الله، الله يرحم الشيخ والدكتور، هو هذا مؤامرة إيرانية كفيلك الله. وهذا باسم الكربلائي حشاك الفاشد، هذا هم يزعمونه شغلة الطائفية كفيلك الله، عمار الجره وغيره وغيره كفيلك الله. هذا دعم ليس بحبة الحسين، هو بريء منهم الحسين. حسين ثورة ليس لطم، جابوها من 2003 كنا طائفية. هذا باسم العصاب شيء، هذا باسم ترى من حارة الثورة الإيراني. إيرانية تدعم بفلوس كفيلك الله. شوفوا وين قاعد هو دبي، ما أدري وين قاعد، وراء حماية حماية يحمونه.
حماياته من جماعه حرس الثوري الايراني يحمونه، شعاراته كلها طائفيه، جابوا لنا 2003 لحد الان، قلت لك الله لين يجون شيخ شريف يبقى في العراق، هو هذا الحشد الايراني القدر. وارد على هذا ابو علي من بغداد، انت تظل زين من الله ياخذك تبقى زين يا ولد، شو وقت تستحون؟ شو وقت شو وقت؟ والله عنا حرام تشربون قطرة مي العراق، حرام والله والله العظيم كتلكم حلال. لا 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 هذا غير مقبول، ميليشيات تبع الايران غير مقبول، انهم دعوا الى القتل. محمد من امريكا كان معنا، لا نقبل بهذه الدعوات، دعوات السب والشتم والدعوة إلى القتل، لا أبدا هذا غير ممنوع، غير مسموح وممنوع أبدا. نذهب إلى موضوع آخر عفوا، حيث أظهرت لقطات رفع صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس داخل مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. مدونون استذكروا اعتداء أفراد العتبة الحسينية قبل عامين على متظاهري تشرين حينما حاولوا المشاركة في الزيارة ورفع صور شهداء الثورة داخل المرقد قبل أن يتم قمعهم بالقوة وتفريقهم بالسلاح، في حين يسمح برفع صور من قالوا بأنه متورط بقتل العراقيين. لكن المفارقة بأن هذه الصور التي رفعت جرى رميها على قارعة الطرقات بعد انتهاء الاستعراض، الأمر الذي أثار حفيظة أحد عناصر الميليشيات بعدم احترام صور من وصفهم بالقدوة ورميها بالطرقات. دعونا نتابع هذه الصور. بين صور ابو مهدي وهاي الشهداء، فايش قد صور ظالة كان بين الحرمين طلعوا ذبهم بالزبالة. هاي موكب منا هنا وجوي كملوا الشعار بين. إلى ذلك تداول عراقيون وناشطون لقطات مصورة للميليشيات وهي ترفع صور سليماني ضمن موكب لها خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء، وهو ما اعتبره مدونون استفزازا لمشاعر العراقيين وعسكرة علنية للزيارة نظرا لتورط إيران وميليشياتها في قتل الناشطين والمتظاهرين وتقديم الدعم للأحزاب الفاسدة كما قالوا. فلنتابع. نبقى في أجواء الزيارة الأربعينية، إذ يستغل زعماء الميليشيات والإطار التنسيقي موسم زيارة الأربعينية لرفع رصيدهم شعبيا كما يظنون وكما يقول العراقيون بعد أن رفضهم العراقيون وعبروا عن ذلك في ثورة تشرين. زعماء الأحزاب المتهمة بالفساد والقتل ومنهم نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وزعيم ميليشيا بدر أو ما يعرف بشيخ الإطار هادي العامري ظهروا في مقاطع مصورة وهم يشاركون في المواكب الحسينية ويشرفون على خدمة الزوار في محاولة لتحسين صورتهم. العراقيون طبعا استقبلوا هذه اللقطات بسيل من السخرية والتهكم مؤكدين بأن الإمام الحسين وزيارة الأربعين بعيدة عمن سرق وقتل العراقيين وانتهك حرماتهم. دعونا نشاهد هذه الصور. ماذا قال عراقيون حول هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي؟ الأميرة ريمة تقول هذه العصابة
كما تقول، لعنهم الله دنيا وآخرة، وبريء من أمثالهم الحسين عليه السلام. أما محمد فقال صار 20 سنة بهاي الكلاوات، بريء منكم الإمام الحسين عليه السلام وبريء منكم الإسلام. أما دكتورة بيان فقالت أعداء العراق والعراقيين والحسين، والله لو الحسين هسه موجود هم كان قتلوه كما تقول. زمن الطائي هذه العصابات التي نهبت وسرقت وسلبت وقتلت أبناء بلدي وأكلت خيرات العراق هم ومرتزقتهم، هم العصابة التي نهشت ومزقت العراق وعملاؤهم ومزقت العراق وعملاؤهم الذين يدعون الدين والدين منهم براء. معنا اتصال أبو مصطفى من سويسرا. مرحبا بك معنا أبو مصطفى. انقطع الاتصال مع أبو مصطفى من سويسرا. دعونا نستمر في ملفات هذا اليوم. منذ أيام يشكو زوار عراقيون من عدم توفر وسائل النقل لهم بعد تحويل جميع الحافلات لخدمة زوار إيران، كما يقولون بحماية من الحشد. طبعا أبناء الناصرية مركز محافظة ذقار انتفضوا بوجه هذه الإجراءات الحكومية التي تنحاز وتفضل الزائر الأجنبي على ابن البلد وتقدم الخدمات له على حساب ابن البلد، الأمر الذي حاولت الميليشيات أن تواجهه بالقوة قبل أن يواجهها أبناء الناصرية بغضب وسخط كبيرين. فلنشاهد. إلى ذلك يتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا من مرآب كربلاء لمواجهات بين الزوار العراقيين من جهة وبين الميليشيات التي خصصت سيارات لنقل الزوار الإيرانيين فقط كما قال عراقيون، وتركوا العراقيين دون توفير خدمة النقل لهم. دعونا نتابع هذه الصور قبل أن نذهب إلى استعراض تفاعل الجمهور العراقي. مع الأسف والله. هاي يضربون على الزوار على مديراني سيارات محافظات ماكو كلها طهران مهرة. كما طالت الإيراني، الإيراني ما كان مو بالعراق، الإيراني مكانه خصصوا لهم سيارات، خصصوا لهم نقل، ماكو مكان إيراني. تيجي إيراني يجي يأخذ يجي وزير تأخذ الإيراني هو اللي يحترم بيهم. تم طرد الإيراني، ماكو إيراني يأخذ مكان. نحن عراقيين، نحن أحرار، نحن خلقنا أحرار. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع. ومن التعليقات على فيسبوك ما قال علي الفضل، يقول أهل الجنوب صار لهم يومين نايمين بالشارع هم وعوائلهم، ماكو سيارات كلها محجوزة للإيرانيين. ضياء العامري يقول العراقيون أحق بالخدمات، خلي نخدم أنفسنا وبعدين نخدم العابر الحدود اللي فضلت الأحزاب على الشعب وأصبح هو صاحب الأرض. تعليق من أحمد الحجامي يقول حقكم والله، إذا العالم نايم بالشوارع تريد ترجع لبيوتها الإيرانيين ما حد قصر وياهم، بس كافي وصلت حدها. عباس ناظم يقول والله عاشت إيدكم، يقول دهرونا دهير الإيرانيين، لا تقدر تزور ولا سيارات تحصل وما تأخذ راحتك بالزيارة. نعم. نذهب إلى موضوع آخر وهو سجن تابع إلى ميليشيا حزب العمال الكردستاني، حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوة من الجيش الحكومي اكتشفت سجنا سريا تديره ميليشيا البككة التابعة لحزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيا في جبل سنجار بمحافظة نينوى. وأوضحت المصادر بأن القوة التابعة للجيش لم تتمكن
من التوجه إلى موقع السجن بعد منع عناصر الميليشيا المتمركزين في المنطقة. قوات الجيش من المنطقة، طبعا قوات الجيش منعتهم من الوصول، وتداول ناشطون مقطعا مصورا لقائد الفرقة 20 في الجيش وهو يجادل عناصر ميليشيا حزب العمال الكردستاني بعد منعه من الوصول للمنطقة التي قيل بأن السجن فيها. دعونا نشاهد. يعني هل تحتاج هذه القوة من الجيش الإذن من هذه الميليشيا أو هذا الحزب المصنف إرهابي حتى تصل إلى أرض عراقية؟ طبعا هذا ما قاله عراقيون. ومظهر محمد علي علق وقال: مع الأسف والله ما ظلت هيبة حتى للقوات الأمنية بسبب كثرة التشكيلات المسلحة وعدم خضوعها للقانون وأوامر القائد العام للقوات المسلحة. فارس البعيجي قال: والله يا أخي دمروا العراق وانداست هيبته، قام شعيط ومعيط يتجرى على العراق كله بسبب خلاف المناصب واختيار رئيس غير كفو. مصطفى صلاح يقول: والله وصفة هيش بلد، حال البلد يحكم أشخاص لا فهم ولا علم وحتى شهادة ما عنده ولا دارس كلية عسكرية، وذاك اليوم إجاك يمنع قائد عسكري بالتفتيش ولكم أيامكم معدودة ولا بد أن يرجع العراق شامخ. فارس الجبوري يقول: رواتبهم من العراق، يقصد طبعا حزب العمال الكردستاني، ويمنعون الجيش العراقي، شلون مبقينهم وعلى أي أساس لابسين الزي العسكري؟ يقول: جريمة. إلى الهاشتاج: يواصل خريجو كليات العلوم البالغ عددهم نحو 7000 خريج مطالبتهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر بعد تعيينهم على ملاك وزارة الصحة الحالية بذريعة عدم توفر السيولة المالية وبسبب الخلافات بين وزارتي المالية والصحة حول الموضوع. وطلب مغردون رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم تسويف قضيتهم كونهم أصحاب عائلات. نستعرض سويا عددا من التغريدات على وسم رواتب العلوم وين يا الكاظمي. مصطفى يقول: عمي ناس كتلها الجوع ما يقارب السنة وهم وعوائلهم بدون راتب، منين يعيشون؟ معقولة ما عندكم ضمير ولا إنسانية وخالين هاي الموظفين بدون رواتب لمدة تقارب السنة؟ شنو من بشر أنتم؟ ما تحسون بالعالم ولا تفكرون شلون يعيشون؟ يقول: لعنة الله على الظالم. هدى فاضل تقول: 7000 موظف يعني 7000 عائلة منتظرين صرف رواتبهم، تقول الله أكبر. نور تقول: كفى مماطلة، فأغلب العلوميين وضعهم حرج والرواتب حقهم القانوني والشرعي فأنصفوهم، فهل تنتظرون يوم واحد بدون راتب؟ كلامي لكل السياسيين فأعطوهم حقهم. محمد هو الآخر غرد وقال تحت هذا الوسم: صار إن 9 أشهر يقول من تاريخ مباشرتنا ولحد الآن بدون راتب، شنو هاي الإجراءات اللي تتطلب هيك وقت؟ فضوها عاد، ترى للصبر حدود. رواتب العلوم وين يا الكاظمي؟ نذهب إلى أنفوغرافيك. يستذكر العراقيون في 16 من أيلول كل عام ذكرى مجزرة ساحة النسور في العاصمة بغداد في عام 2017، والتي ارتكبها مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية حينما أقدموا على ارتكاب جريمة قتل 17 مدنيا عراقيا وجرح 20 آخرين بينهم أطفال وطلبة جامعيون بإطلاق الرصاص عليهم ورمي القنابل على المركبات التي كانت تقلهم في ساحة النسور وسط بغداد. أنفوغرافيك من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع معا.
طبعا المجزرة وقعت في عام 2007 وليست 2017 في العاصمة بغداد. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.